استقبلكم الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يعني بمناسبة إيداع أوراق اعتمادكم في الجزائر، هل ممكن نعرف يعني ماذا قلتم للرئيس وماذا قال لكم؟ يعني تعرف التقرير الدبلوماسي فعادة يعني ما في شيء تفاصيل يعني عن هذه المواضيع، ولكن يعني قلنا طبعا أو حكينا يعني شوي عن المواضيع المهمة في المنطقة الشرق الأوسط، ونحن نعتمد على يعني خبرة رئيس بوتفليقة. أنا أعرف شخصيا أنا يعني رئيس أوباما يعني هو يترم كثير عن خبرة رئيس بوتفليقة، وبذلك أنا كنت أريد أسمع كلام رئيس بوتفليقة عن هذه المواضيع خاصة يعني في هذا الوضع وفي هذه فترة التغيرات. أدرج مؤخرا تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية الجزائر ضمن قائمة سوداء تتعلق بالتجار بالبشر عبر العالم. وزارة الخارجية الجزائرية ردت عبر ناطقها الرسمي يعني واعتبرت أنه التقرير اعتمد على معلومات مغلوطة ولا أساس لها من الصحة. يعني السؤال المطروح، لماذا لا تتصل الإدارة الأمريكية بنظيرتها الجزائرية عندما يتعلق الأمر بمثل هذه التقارير؟ يعني في نقطتين إذا ممكن. فأولا يعني هذه المشكلة يعني موجودة في كل أنحاء العالم، ويعني هذا يجمع طبعا يعني الولايات المتحدة كذلك. فبالحقيقة أخيرا يعني شفت تقرير طويل في من جانب CNN عن الوضع في جنوب كاليفورنيا، وفي يعني شبكة يعني متخصصة في هذا النوع من التجارات بالسؤالات، وعشان في ناس أو في منظمات مجرمية عم تجيب ناس من المكسيك من بعد الأماكن الأخرى في هذه التجارة. أوكي، هذا نقطة واحدة. نقطة ثانية، يعني نحن نريد أول شيء قبل كل شيء التعاون يعني مع الحكومة الجزائرية عن هذا الموضوع، هذا من المهم. فالسؤال هذا عندنا خبرة عن هذا الموضوع، ويعني نحن نتصل كثير بالحكومة الجزائرية عن هذا الموضوع، ونحن نريد نستمر ونتعاون بهذه العلاقات عن هذا الموضوع المهم. من الحين للآخر تصدر الولايات المتحدة نشريات تحذير لرعاياها المقيمين عبر العالم، من بينهم المقيمين في الجزائر، تحذير يعني المناطق الساخنة عندما يتعلق الأمر بالوضع الأمني. ألا تعتقدون أنه الولايات المتحدة ما زالت تنظر إلى الوضع الأمني في الجزائر يعني بشيء من التهويل يعني؟ أولا خليني أقول لك يعني من خبرتي الشخصية، يعني مثل ما تعرف فأنا كنت هنا منذ 11 سنة، وكان في تغيرات يعني حسنة جيدة منذ هذه الفترة هنا في الجزائر، ومن المتوقع أن سنشوف استمرار في التحسن في هذا الموضوع يعني الوضع الأمنية. فطبعا هذا يعني هذا الموضوع يعني موضوع الأمن، فهذا إحساس بتعاوننا يعني مع الحكومة الجزائرية وخاصة مع الشعب الجزائري، ونحن سنستمر بذلك، ونحن نريد مثلا يعني اتصالات مباشرة من بين وزارتين الدفاع ويعني من بين الجيشين الأمريكي والجزائري عن هذا الموضوع. الحديث عن الوضع الأمني ربما يجرنا إلى ملف آخر هو الوضع في منطقة الساحل، وخاصة ما يجري الآن في ليبيا. ما زال الوضع في ليبيا يعني بين قوسين غامض، وفي ظل استمرار الاقتتال ومواصلة قوات الناتو لعملياتها العسكرية، ألا ترون بأن التدخل الأجنبي يعني حلف الناتو في المنطقة أجل إمكانية الوصول إلى حل سلمي بين كتائب القذافي وبين المجلس الانتقالي أو الثوار؟ يعني صراحة هذا الوضع يعني صعب جدا، عشان أولا فعندنا ضروريات الشعب الليبي، هذا شيء هذا أهم شيء بالنسبة لنا. ولكن بلا دافع ذلك فعندنا مسؤوليات تحت قرارات مجلس الأمن، وكذلك الجزائر عندها يعني نفس المسؤوليات. بذلك نحن سنستمر بشغلنا وبتعاوننا يعني مع الحلف الأطلسي عن هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت يعني نحن يعني نعترف بإمكانية الحل السلمي يعني من بين
شعب الليبي كذلك. فيعني نحن ما نشوف أي دور لمعمر قذافي في مستقبل ليبيا، ولكن يعني هذا اختيار طبعا للشعب الليبي أول شيء. بعض الأوساط ولا بعض المراقبين يتهمون يعني بعض أطراف الناتو أنهم يقودوا الحرب في ليبيا يعني بهدف الاستحواذ ربما بين قوسين على آبار نفط، يعني ما عنده علاقة بالتحرير الشعب الليبي من الحكم الديكتاتوري يعني هناك. كيف تردون يعني؟ طبعا يعني نحن نسمع هذا الكلام يعني في كل مناطق العالم، يعني سمعت نفس الكلام يعني في العراق وفي افغانستان، ويعني من المتوقع ان الانسان نسمع هذه الكلمات عن الموضوع. ولكن فعم اقول لك اقتصاديا ان الحقيقه ان عدم الاستقرار يسبب ارتفاع في الاسعار النفط، وهذا ديد مثلنا كذلك. يعني من هذا المنطق يعني نحن نفضل بالعكس يعني استمرار الدكتاتوريات، ولكن يعني نحن كسياسة بالعكس نفضل الديمقراطية والاتجاه نحو الديمقراطية، ولكن كذلك يعني نحن نقبل يعني هذا الارتفاع باليسار حتى ولو يعني هذا شيء ضد مثلنا في المدى القصير إن شاء الله. ولكن يعني نفس الكلام بالزبط يعني بالنسبة لك. سعادة السفير، يعني ما هي تنبؤاتكم في ظل المعطيات المتوفرة حاليا، ما هي تنبؤاتكم للنهاية المنتظرة في ليبيا؟ يعني كيف نشوف يعني كيف نشوف النهاية يعني؟ والله يعني هذا صعب صراحة. يعني نحن نشتغل يعني مع الإدارة في بنغازي ومع منظمات تبع للشعب الليبي، ولكن أنا ما أشوف بالضبط يعني ما هو الطريق يعني نحو حال سلمي أو نحو أي حال. فسنستمر شغلنا وتعاوننا يعني مع الشعب الليبي وخاصة المنظمة في بنغازي حتى يعني نحن نحل هذه المشكلة. هل أنتم مع خيار المنفى يعني نفي معمر قذافي إلى بلد معين؟ هذا اختيار طبعا للشعب الليبي أو كل شيء، ولكن نسمع طبعا يعني بعض التقارير يعني في بعض التقارير من كل أنحاء العالم عن إمكانية لهذا البلد أو بلد ثاني. يعني صراحة فنحن ما نتم بذلك. أول شيء يعني نتاج على حل لهذه المشاكل في ليبيا، ومثل ما أقول فنحن يعني كحكومة أمريكية فما نشوف أي دور مناسب للمعمر قذافي داخل النظام أو حتى يعني داخل ليبيا. ولكن إذا في نهاية الأمر إذا الشعب الليبي يختار شيطان أوكي هذا الله. سعادة السفير، هناك يعني في نفس السياق أوساط مراقبة يعني تتساءل عن سر تدخل الناتو في ليبيا تحديدا وعدم تدخله مثلا في قبل ليبيا يعني في تونس وفي مصر والآن مثلا في سوريا. يعني لماذا الناتو يتدخل في ليبيا ويتدخل في بلدان أخرى؟ والله يعني سؤال جيد. ف لما نحن أنا مو ناطق باللسان نيت هدف الرسي، ولكن كسفير أمريكي فأنا أقول لك إن نحن نقرر عن كل القضية بشروط وظروف هذه القضية. لذلك يعني حتى ولو نحن عندنا يعني مصالح في العراق وأفغانستان أو حتى ليبيا، هذا ما يعني ما في شيء علاقة يعني من بين هذا القرار يعني قرار الرئيس وقرار ثاني بالنسبة للأي بلد ثاني. فنحن نعتبر عن الظروف مصالحها والوضع في أي بلد أو في أي قضية قبل ما يقرأ. ولكن يعني الفكرة إن عشان نحن عم نتداخل ممكن نستعمل كلمة في بلد واحد، فهذا مو معنى أبدا إن ضروريا نحن سنتداخل في بلد ثاني. يعني في إمكانية تدخل الناتو مثلا في سوريا؟ أنا ما أشوف أي إمكانية لذلك، وبالحقيقة رئيس قال في هذه الظروف لا.
يعني الحديث عن بين قوسين ثورات شعبية في بعض الدول العربية يجرنا إلى تطورات أخيرة تحدث في إسرائيل وفي بريطانيا، يعني هي أعمال شغب واحتجاجات وأعمال نهب وسلب. يعني هل تشوفوا أنه الثورات الشعبية انتقلت إلى بعض الدول الغربية ولا غير العربية؟ موجة، يعني موجة من موجة الثورات يعني. مثير. بصراحة أنا أعتقد أن في يعني في إسرائيل أو حتى في بريطانيا فهما يشوفوا الأخبار من جانب العرب، فمن الممكن أن هما يفكروا أن هما عندهم نفس الحقوق، وإذا هما يعتقدوا أن هما في نفس الظروف فيعني مو من المفاجأة أن هما سيتعاملوا في نفس الطريق. بالحقيقة أنا شفت تقرير من إسرائيل اليوم، كان في كتابة في واحد من الاحتجاجات قال امشي مثل مصري، walk like an Egyptian، يعني هذا في إسرائيل. هل الولايات المتحدة يعني في منأى عن مثل هذه الاحتجاجات؟ يعني نحن هل يعني هي بعيدة عن مثل الاحتجاجات هذه الولايات المتحدة؟ نحن يعني في أمريكا. في أمريكا نعم. أوكي، بعد كبير. ويعني عندنا يعني تاريخ يعني من الاحتجاجات، وبدأنا يعني كبلد في ثورة، مظبوط؟ صح. أوكي. يعني طبعا يعني في بعض المشاكل الاقتصادية يعني مثل ما تعرفوا، ويعني في إمكانية دعم للاحتجاجات، فمن المهم لنا أن نحن نستمر على نفس الطريق، ونحن يعني نتعاون بعد داخل نظامنا لحل هذه المشاكل الاقتصادية، وهي يعني السؤالات كبيرة في الوقت الحالي. سعادة السفير، ما هي قراءتكم لاتهامات المجلس الانتقالي في ليبيا للجزائر يعني في عدة مرات بدعم ما يسميه بالمرتزقة، يعني وهو ما نفته الجزائر مرارا وتكرارا؟ يعني كيف هي قراءتكم؟ لماذا هذا التركيز على الجزائر بالضبط في تهمة يعني نفتها جملة وتفصيلها؟ يعني التجارة في الأسلحة وهيك حتى الآن يعني ما فيش أي ما عندنا أي تقرير يعني فيها أساس بالحقيقة عن هذا الموضوع، لا ما في شيء. هل ما زالت الولايات المتحدة يعني ترى ضرورة إقامة قواعد عسكرية الأفريكوم، قواعد الأفريكوم في دول الساحل لمحاربة الإرهاب؟ طبعا في ما فيش أي رغبة للمقاعد العسكرية في هذه المنطقة في الساحل أو في أي بلد ثاني أو في أي بلد يعني في أفريقيا، ولكن يعني أفريكوم، فأنا أشوف شخصيا إمكانية كبيرة للتعاون من بين الجيش الأمريكي وخاصة يعني الجيش الجزائري، وأنا أعتقد أن كارتر هام يعني هو من بين أحسن جنرالات أمريكان، وأنا أعرف أن زيارته الأولى هنا كانت ناجحة تماما، ومن المتوقع أن سنستمر بهذا الطريق التعاون. أحدثت أزمة القروض الائتمانية في الولايات المتحدة الأمريكية يعني ضجة عالمية على مستوى الصحافة والمستوى الخبراء الاقتصاديين. هل الودائع الجزائرية يعني المقدرة بحوالي حسب الأرقام 45 مليار دولار في البنوك الأمريكية في مأمن يعني؟ يعني الودائع الجزائرية والأموال الجزائرية في أمريكا، هل الجزائر ما متقلقش عليها؟ أنا مو خبير في الشؤون الاقتصادية، ولكن أنا شفت تقرير في صحافة أمريكية إن يعني بعد كل هذه المشاكل يعني البلدان الأخرى في العالم هي صارت عم تحط حاليا أكثر من المصاري في البنوك الأمريكية، وخاصة في treasury bonds. I don't know this word. treasury bonds. ديون الحكومة. ديون. وثائق ديون الحكومة. شكرا سيد السفير، شكرا جزيلا، وإن شاء الله المرة الثانية إن شاء الله. شكرا.